اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دائما ما نتحدث في احد الموضوعات الهامه التي دائما ما تهم الشارع المصري، وهذه الحلقه قد خصصت عن موضوع ترشيد الطاقه. هل بدا ملحا لكل من الشارع المصري ولكل مصري ان يرشد الطاقه؟ اذا كانت الاجابه بنعم. كافه الاراء تتفق انه لابد من ترشيد الطاقه في الفتره القادمه، نظرا للانقطاع المتكرر للكهرباء في كافه المنازل المصريه وفي كافه المناطق، وايضا لم ينقطع ذلك عن انقطاع المواد البتروليه والمحروقات في بعض الاحيان، وفي بعض الازمان من الوقت انقطع امدادات البترول، وخاصه عام 2012 حينما كانت هناك ازمه كبيره في المحروقات. ولذلك خرجت الاصوات بشكل او باخر تنادي بان لابد من ترشيد الطاقه بكل الصور حتى يتم العبور بالمرحله القادمه بكل امان، نظرا لارتفاع ايضا تكلفه فاتوره المحروقات بكل صورها. البعض يشير الى ان هناك اكثر من 135 مليار جنيه مصري، تشير الى انه ربما ترتفع الى 180 مليار مصري في الموازنه الجديده. اذا كلها معلومات تدل وتشير انه لابد لكل وطن مصري ان يتم ترشيد الطاقه في كل مكان يتوجه اليه حتى نستطيع العبور في المرحله القادمه، ويتم ترشيد الطاقه في كل الصور سواء من المحروقات او من الكهرباء. دعونا مشاهدينا الكرام نخرج لهذا الفاصل مع التقرير ونتواصل مره اخرى عبر الهواتف وكذلك عبر التواصل مع فيسبوك وتويتر. وزارة الكهرباء بصدد الانتهاء من إعداد دراسة حقيقية بشأن موضوع دعم الكهرباء وعرضها على مجلس الوزراء، هكذا أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، مؤكدا أن الدراسة ستراعي الفقراء ومحدودي الدخل بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. الوزير الجديد أكد أن الدراسة ستضع كل الحقائق أمام المواطن وتتجنب أي أجحاف، وستراعي الفرق بين الدخول المتفاوتة وعدم الاقتراب من محدود الدخل، مشددا أنه لابد في النهاية من أن تباع السلعة بتكلفتها الحقيقية، وأن حصول المستهلك على خدمة ممتازة ودفع ثمنها الحقيقي سيكون أفضل من حصوله على خدمة غير مستقرة. هكذا يظهر من التصريحات الرسمية الأخيرة أن ترشيد الدعم أصبح ضرورة قومية بما لا يؤثر على محدودي الدخل، مع الوضع في الاعتبار أن مسألة ترشيد استهلاك الطاقة مسؤولية مجتمعية وحكومية على السواء، وأن جميع أجهزة الدولة والمجتمع المدني والإعلام يجب أن تساهم في نشر تلك الثقافة الجديدة على المجتمع المصري. قطاع الكهرباء من جانبه وضع خطة محددة في هذا الإطار تشمل تبني مشاريع تشجع الاعتماد على الطاقة المتجددة كالتسخين الشمسي في منطقة جنوب سيناء، ومشروع التغذية الكهربائية للمناطق والقرى غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية عن طريق استخدام الخلايا الضوئية. وفي إطار تقديم نفسها كنموذج ريادي في هذا المجال، كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في فبراير الماضي عن قيامها بإنشاء محطة شمسية للخلايا الضوئية لإنارة المبنى الرئيسي لها، على أن يمتد ذلك لاحقا ليشمل 25 مبنى جديد. وبلغ دعم الطاقة خلال العام الماضي 129 مليار جنيه، ما كان له الأثر الكبير في تفاقم عجز الموازنة. ويؤكد مراقبون أن أيا من الحكومات المتعاقبة لم تحرز التقدم الملحوظ في واحد من أكثر الملفات الشائكة على طاولة مجلس الوزراء. اهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، وبالطبع استمعنا التقرير لبعض المعلومات الهامه التي تشير ربما انقطاع الكهرباء في هي السمه الغريبه في الفتره القادمه اذا لم يتم ترشيد الطاقه من كل مواطن مصري. دعونا نتواصل بشكل مباشر مع هواتف التي وصلت الينا حتى اللحظه مع دكتور حسام عرفات من غرف البترول، ودكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد، ودكتور ابراهيم العسيري مستشار وزير الكهرباء وايضا مسؤول الملف النووي في الضبعه. وأولا دكتور حسام عرفات من الغرف البترولية، دكتور حسام تحياتي لك أولا، وكيف ترى مستقبل الطاقة في مصر في ظل ارتفاع فاتورة وتكلفة الدعم يا فندم؟ أهلا وسهلا دكتور حسام.
خطورة الدعم خطورة باهظة في التكاليف في مصر ككل، لكن الحقيقة عشان أبتدي أتكلم عنها لابد من تغيير ثقافة المجتمع أساسا تجاه التعامل مع الطاقة ومواردها، ويحصل استنزاف غير مسبوق للطاقة وخاصة المواد البترولية الناضبة والتي ستنتهي يوما ما. الحقيقة يعني أنا شايف التقرير أو سامع من التقرير تكلموا عن الكهرباء، والكهرباء الحقيقة ده عنصر من عناصر الطاقة، لكن طبعاً كل طبعاً عناصر الطاقة طبعا، ويمكن الكهرباء مرتبطة بالغاز الطبيعي المحروقات بمعنى صح. يعني بس هي مرتبطة بالغاز الطبيعي والمازوت أساسا عشان التوليد. لكن الحقيقة فيما يخص المواد البترولية السائلة زي البنزين والسجاد والبتجاز ودي اللي أنا الحقيقة يعني مرتبط بيها، هي أحب يعني أقول إن إحنا محتاجين إعادة تخطيط بمنظومة الدعم وتحديد مستحق الدعم المفروض ندعمه. أما ما دون ذلك والمغازلة المستمرة للمواطنين بعدم التعامل مع هذا الملف بحرفية وبموضوعية واضحة وبالغة، هي دي السبب الرئيسي اللي إحنا فيه النهاردة. دايما وأبدا قبل كده في الحكومات السابقة كنا بنقول بقى إيه إن أجندة الحزب الوطني صار أن طبعا أنا بتكلم في السياسة، لأن السياسة ما فيش فصل بينها وبين الاقتصاد بالذات، وبالتالي كان دايما كل ما يجي ناحيه ملف الدعم نقول ان في انتخابات قادمه صح، وان في محافظين وان في كذا وان كذا، ثم بعد كده اجنده الاخوان. النهارده احنا بعد ثورتين المفروض الكلام ما يبقاش كده خالص، يبقى عندنا توجه تاني خالص للمصارحه والمكاشفه والموضوعيه ووضع الامور على مائده الحوار المجتمعي بمفهوم الحوار المجتمعي، مش مجرد شكليات. يعني في نصابها الصحيح يا دكتور حسين بمعنى صح؟ نعم في نصابها الصحيح يوضع الموضوع في القالب الخاص فيه. في نصابها الصحيح ده سيؤدي إليه. إحنا محتاجين ترشيد استهلاك الناس تعامل أو تتعامل مع هذا الملف. طيب دكتور حسام يعني أرجو أن تبقى معي دقيقة أخذ وجهة نظر اقتصادية في هذا الموضوع، أعود إليك بالطبع بعد قليل. دكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد، أهلا بك دكتور فرج، مشرفنا فيها برنامج همزة تواصل. أهلا وسهلا دكتور فرج. يعني قراءتك، هل أصبح وبات ملحا على كل مواطن مصري أن بالفعل يلتزم بالترشيد حتى نقلل من فاتورة الطاقة في الفترة القادمة؟ لا، هي القضية يجب أن تأخذ منحى مختلف. تفضل يا دكتور. مسألة عجز الموازنة العامة هو مزبوط. ده الأساس اللي احنا بنتكلم فيه. وإذا نظرنا للدعم هنلاقيه بيحظى بالمرتبة رقم 2 في بنود الإنفاق العام. بيسبقه بند آخر وهو خدمة الدين، والدين العام هنا له شقين خارجي وداخلي، وبالتالي بيبقى البند الدعم رقم 2، رقم 3 الأجور والمرتبات والتعويضات. فأنا إذا حبيت أرشد ترشيد يجب أن يشمل البند الأول والبند الثاني. هتقول لي البند الأول هترشده إزاي؟ بمسألة بسيطة، حافظ على المراكز القانونية المكتسبة للدائنين، ولكن من خلال تفاهم بيني وبينهم اني اعمل اعادة جدولة للدين الخاص ب. طيب يا دكتور خلينا في البند رقم 2 عشان نضرب مدة الوقت. اجي للبند رقم 2 لا مع مسألة لا تكتذى بسرعة. يجب ان تؤخذ بشكل كامل. لما اجي للبند رقم 2 وهو الخاص بالدعم، بجد ان هذا الدعم له انساق مختلفة. فعلى سبيل المثال في دعم المصدرين، في دعم الطاقة، في دعم السلع الترفيهية ودعم السلع الأساسية ودعم رغيف الخبز. لكل من هذه الأنساق يجب أن يكون هناك معاملة مختلفة. صحيح. بمعنى إن أنا عندي دعم رغيف طبعا أنا كمبدأ عام بقول نرشد الدعم، ويجب أن لا يصل إلا لمستحقيه بالفعل. طيب خلينا دكتور نقف عند النقطة دي وأعود لحضرتك بعد قليل، بس أتحول لدكتور إبراهيم العسيري مستشار وزير الكهرباء والمختص أيضا بملف النووي في الضبع. تحياتي لك دكتور إبراهيم، منورنا. أهلا وسهلا دكتور إبراهيم. أهلا بيك دكتور إبراهيم. بنتكلم عنه لا مفر الآن من الاتجاه إلى توليد الطاقة عبر المحطات النووية، إلى أي مرحلة يا فندم وصلنا في هذا الشأن؟ والله احنا لسه ما خدناش قرار البدء في تنفيذ المشروع. يعني احنا حاليا بنعد البنية التحتية والأساسية في موقع الضبع. نعم. لكن المشروع نفسه لم يصدر قرار طرح المواصفات. المواصفات للمشروع النووي جاهزة وتم مراجعتها وموجودة كاملة جاهزة تماما. وقت ما يصدر القرار سواء من رئيس الوزراء او المجلس الأعلى للطاقة او المجلس الاستغاثه السلميه للطاقه النوويه او رئيس الجمهوريه،
يبتدي طرح المواصفات. طيب وبناء دكتور عليه يبتدي الخطوات التنفيذيه الكامله. طيب دكتور ابراهيم بنتكلم في نقطه محدده جدا، وهي اذا ربنا كرمنا الحمد لله وتمينا هذا المشروع على خير كما متوقع في السنوات القادمه، ايه المتوقع بالعائد مباشره على المواطن؟ وهل المتوقع من ذلك انه يرشد فاتوره الدعم اللي بيخدم المواطن، وهي زي ما ذكر دكتور فرج ان هي ثاني فاتوره في فاتوره الموازنه العامه للدوله؟ يعني اهم حاجه في المشروع ان احنا دلوقتي ما عادش عندنا مصادر طاقه بديله في مصر. المساقة المية تم استغلالها بالكامل، الغاز والمازوت والحاجات دي كلها بينا بنستورد دلوقتي. الطاقة الشمسية وطاقة رياح هي طاقة كويسة وجميلة وكله، لكن ليست طاقة حمل أساسي، ليست كافية لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتغطية العجز الكهرباء اللي عندنا. مع أن احنا فندم تاني دولة في أفريقيا، تاني دولة في أفريقيا من حيث طاقة الرياح، ومع أن ذلك غير مستخدمة. يعني حتى لو عندنا طاقة رياح وطاقة شمسية، دي طاقة تكمل بيها مصادر الطاقة الأساسية اللي هي الغاز أو البترول أو الفحم أو المساقة المية أو الطاقة النووية، هي طاقة مكملة. لا يوجد دولة في العالم إطلاقا تعتمد بس على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إطلاقا، لا يوجد. لابد طاقة حمل أساسي، يعني طاقة ممكن تشغلها على مدى السنة بالكامل ما عدا أسبوع واحد أو أسبوعين عشان الصيانة. فبالتالي الطاقة النووية أصبحت دلوقتي بالنسبة لمصر مسألة حياة وموت. الحاجة الثانية، سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة النووية أرخص من جميع مصادر الطاقة الأخرى. مزبوط. يعني كيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية 5 مرات الطاقة النووية. طاقة الرياح 3 مرات الطاقة النووية. الغاز والبترول والفحم كله أغلى بكتير من الطاقة النووية. الحاجة الثالثة ودي المهمة، إن مجرد إنك تمتلك هذه التكنولوجيا النووية سيتيح لك إدخال صناعات متقدمة جديدة لمصر ورفع جودة الصناعة العادية الموجودة. هتساعد في تشغيل العمالة. طيب عشان بس نقدر نديغ الوقت يا فندم، هل وزارة الكهرباء عندها خطة للتعامل مع الصيف القادم، ولا سيكون انقطاع الكهرباء هو السمة الغريبة إذا لم يرشد المواطن دعمه من الطاقة؟ لا، ولابد المواطن يلجأ لترشيد الطاقة، لأن استحالة اعتبر تحل المشاكل المتراكمة دي كلها والصيف داخل كمان شهرين، هيبقى صعب. مع ان في انقطاع متكرر دلوقتي يا فندم، يعني هو دلوقتي الوزاره بتعمل محاولات لكن لن تكفي 100%، لابد ان احنا نلجا الى ترشيد استخدام الطاقه. يعني اسلوب بقى اللي احنا نبقى ماشيين كده بالبركه، يبقى الواحد عنده الشقه فيها 4 5 اوض وقاعد في اوضه ومولع كل الشقق الثانيه، او نشغل التكييف في جميع ارجاء الشقه. يعني إذن لابد من استخدام طبعا الأساليب الموفرة، من المصابيح الموفرة، الطاقات الموفرة، لابد طبعا، وده مناشدة لكل مواطن.